أراكم مرة تانية. أكيد في أخبار كتير جدا اتقالت عن النادي الأهلي من خلال الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا وبعض المواقع المختلفة. خلينا نروح نشوف أهم وأبرز الأخبار دي ونعلق عليها. نبتدي باليوم السابع حسابهم على تويتر، واللي بيقولوا إن كولر يطلب تقريرا عن المصابين في الأهلي قبل تطبيق نظام اليوم الكامل. ودي حاجة مش جديدة يا جماعة بالمناسبة، يعني هو طبيعي الراجل بيطلب كل حاجة تتعلق باللاعبين، وكل لاعب ليه ملف أكيد بتقرير مفصل عنه، سواء بقى إصابات، مشاركات، عدد دقائق، عدد أهداف، كل أي حاجة، أي حاجة تخص كل لعيب أكيد هي قدام كولر دلوقتي بعد تقارير مختلفة اتقدمت ليه يعني. فده طبيعي، وهو حقه الاطلاع الكامل على كل صغيرة قبل الكبيرة جوه النادي الأهلي. والناس بصراحة يعني في روح مختلفة يا جماعة جوه النادي، في روح مختلفة، والراجل شخصيته قوية. احنا برضو بنقول ايه الحاجات اللي واضحة دلوقتي. الجانب الفني بقى ده هنشوفه ان شاء الله في الملعب، اكيد محتاج وقت وان شاء الله يكون موفق ولا منت، لكن شخصية قوية، واضح انه عنده خبرات كبيرة وده طبيعي، سي في قوي، مسك اندية كتير، مسك منتخب النمسا عمل فيه طفرة في الحقيقة، وخد بطولات قبل كده مع اندية مختلفة، فبإذن الله يكون موفق مع الفرقة. طيب خلينا نروح كمان لخبر اخر، وده ايضا من اليوم السابع، بيقول لك ان كولر بيجهز اكرم توفيق في وديات سبتمبر لقياده الاهلي بدوري الابطال. اكرم جاهز 100% لخوض اي لقاء، وقلت لحضراتكم اكتر من مره انه كان من المفترض انه يلعب اخر 3 مباريات في بطوله الدوري المنقضي، وفي نفس الوقت سواريش المدير الفني السابق للفرقه هو اللي كان ليه رؤيه مختلفه، كان المفروض يتم تجهيزه بعدد دقائق محدده يعني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لكن ما شاركش. دلوقتي اكيد مؤكد هيشارك في الوديات، عندك ماتش بتروجيت مع أسوان مع طلائع الجيش، فإضافة قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي بالطبع أكرم توفيق. نروح للمصري اليوم وبيتكلموا على كولر، وبيقول لك إن هو بيظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي مبكرا، ودي بتبقى بعض يعني التقارير، ويعني إن هو الراجل بيركز معهم. وبالمناسبة يا جماعة، بس عشان مع كامل احترامي لكل يعني العناوين المختلفة، بس العنوان ده أنا بقراه كل مدير فني جديد، لازم في عنوان كده ينزل يقول لك ايه المدير الفني فلان الفلاني بيظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي، المدير الفني فلان، تحس انه عنوان ثابت حتى مش في الاهلي بس، مختلف الانديه، اي مدير فني جديد يقول لك الراجل اظهر العين الحمراء. فلسه شويه، واحده 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 واحده، فلسه حتى مفيش ماتشات وديه اتلعبت، لكن اكيد الراجل حاطط سيستم ونظام جديد مهم قوي، وباذن الله يكون مناسب للاعبين. نروح لحساب الاهرام على تويتر، ويقول لك عاجل الأهلي يبدأ خطة تحجيم الأساسيين، وكولر يجهز الهدافين الجدد. هم عاملين تقرير بس مش عارف ليه عاجل، يعني مش عارف، بس ماشي أوكي. وكمان صورة يعني صورة كده مكتوب عليها عاجل بالبونت العريض، فتحس إن تتخض شوية تتاخد كده فاهم، لكن في كل الأحوال يعني هم عاملين زي تقرير يحترم طبعا، ان كولر عايز يعتمد على عناصر جديده في القوام الاساسي بالنسبه للفرقه طبقا للي هو كان شافه من فيديوهات لمباريات سابقه بالنسبه للاهلي، ما بشوف الكلام ده سابق لاوانه، ولكن ممكن نقرا الحاجات اللي زي دي من خلال الماتشات الوديه، نشوف مين اللي هيشارك، ابتدى يعتمد على مين، مركز مع مين بشكل كبير، واكيد مركز مع الفرقه كلها، لكن ممكن يكون ليه اسلوب محدد في اللعب. كل الحاجات دي نقدر نستشفها من خلال المباريات الوديه مثلا بشكل مبدئي، قبل طبعا نخوض في المباريات الرسميه والتحدي الرسمي الاول في بطوله دوري ابطال افريقيا في مستهل الشهر في دور 32 من البطوله. نروح لحساب مبتدا، وبيقول لك خاص كولر وراء تاخير الاهلي في حسم الصفقه الاجنبيه السنيه. ده حقيقي، ده حقيقي، خبر حقيقي بنسبه 100%. الاهلي كان عنده بعض الاسماء المرشحه بقوه ان هي يعني تنضم للنادي الاهلي وتبقى اخر اسم كلاعب اجنبي يقفل قائمه الاجانب جوه النادي الاهلي. الاهلي دلوقتي عنده 4 اجانب، تيرسيتاو، علي معلول، ديانج، واخيرا سافيو. في لاعب جاي، طبعا في لاعب جاي، من خلال مين؟ من خلال اختيار كولر، هو فعلا اللي اخر الصفقه الاجنبيه. الراجل مش مستعجل، انت قدامك حوالي 23 24 يوم لحد ما القيد في مصر يقفل، فواخد واخد الاريحيه في الاختيار، بتشوف، بتفكر، بتختار صح، بتحاول تشوف المركز اللي انت محتاجه، رغم ان الاولويه شويه هتكون ناحيه الوينج يعني بالنسبه للوينج الايسر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن برضو القرار بتاع كولر وهو المتحكم في موضوع الصفقات، هو اللي هيختار الصفقه الاجنبيه الاخيره. نروح لكوره بلس وقائمه الراحلين على الاهلي في ميركاتو 2022، يعني هم بيتكلموا على بعض اللاعبين اللي مشيوا من النادي الاهلي، وقال لك احمد رمضان بيكم
صاحب ال 25 عام وخلاص مشي، راح طبعا انضم لسيراميكا كليوباترا لمده 3 مواسم. نتمنى له كل التوفيق. نفس الكلام بالنسبه لمحمد شكري، ان شاء الله يكون موفق، من اللاعبين المميزين قوي قوي بصراحه شكري. واحمد سيد غريب اللي راح الاتحاد السكندري برضه لاعب واعد، محمود وحيد راح طلع الجيش، ميكيسوني راح ابها السعودي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. تعالوا نروح للخبر الاخير في ترند الاهلي، وخبر بيتعلق بجيانا فاروق بطلتنا المصريه وبطله النادي الاهلي، وده من خلال كوره بلس حسابهم على تويتر، وان جيانا فاروق تحصد جائزه فاطمه بنت مبارك افضل رياضيه عربيه. و جيانا اكيد من اللاعبات المميزه جدا في لعبه الكاراتيه، وبالتالي اكيد تستحق جوائز زي كده بصراحه، حاجه ممتازه قوي. كمان من ضمن اللاعبات ابناء النادي الاهلي وابطالنا في مصر، يعني هي هنا جوده اللي خدت جائزه برضو فاطمه بنت مبارك افضل ناشئه صاعده رياضيه، وهي تستحق برضو، هي موهبه كبيره قوي قوي بصراحه ما شاء الله عليها، يعني بتحقق نتائج غير متوقعه من لاعبه في المرحله السنيه دي. فدي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها من التكريم المميز ده، وهم يستحقوا بشكل كبير قوي قوي هذا التكريم، لكن الاهم دايما الاستمراريه على الانجازات والبطولات وتشريف اسم مصر في المحافل الدوليه المختلفه، هو ده دايما بيبقى الهدف الاساسي. وهي دي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها من خلال حفل تكريم او جائزه فاطمه بنت مبارك. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المهمه. استنوا